السلام عليكم متتبعات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله في احسن الاحوال. ان شاء الله غنخدم معكم هاد الدريس هذا اللي غتحتاجوا ان شاء الله في هاد العواشر ديروا بيه قفيطنات في العيد ان شاء الله، اولا الجليبات ديالكم. المهم تخدموا في جليبات اولا قفيطنات بصفه عامه، صراحه كيجي غزال. انا هنا كما كتشوفوا مازال ما صلحته، غير ان ما ساليت هنا الخدمه، قلت علاش ما نخدمش معاكم، بغيت نخدم القب ان شاء الله، غادي نخدمه معاكم. صراحه كيجي غزال، ممكن هنا تنبتوه ملعقه كما غتشوفوا ان شاء الله في الاخير. انتما شتو كيجي تبارك الله. هنا غنخدم ان شاء الله معاكم القب، هنا كما كتشوفوا. انا صراحه مازال ما دفنت هاد الخيوطه ديال باش خيط هاد المصدوق. انتما كما كتشوفوا تجيني الخيطه بهذا الشكل، فاش كنطوي هكا ما كيبانناش هاد العيب هكا بهذه الطريقه. انما كنقلبوا الخدمه باش كتجيني الخدمه هكا من هنا نقيه. انتما كما كتشوفوا هنا غنبداو على بركه الله، عندي الصبره. ممكن تخدموا نتوما يعني بالطرز، يعني بالخيط ديال الطرز الرباطي. وعندي الكروشي، هنا عندي الكروشي فيه النمره 10، ممكن نتوما تستعملوا نمره 12. انا حيت هذا غير لقيتو رقيق نيت بحال 12 وكنخدم به، ممكن تستعملوا نتوما كروشي نمره 12. هنا غنجيو هنا يعني في هذا القند ديال الثوب ديال القب. هانتوما كما كتشوفوا. بعدا قبل ما نبدا، بعدا نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه لبنات المبتدئات، فاش تكونوا مشيتوا للخياطه خيط لكم القب ديالكم، ما تقولوش لي هرد لكم هاد الجهه هكا هكا، يعني بحال هكا. نتمني بليكم بحال هاد الحاشيه هادي، ما خصهاش تكون كترجع لهنا حيت القب كيتطوى على برا، يعني هاد الحاشيه خاصها ترجع لداخل. نتمنى ربي تكونوا فهمتوني بهذه الطريقه. الا لقيتو هكا قولي لا غترديها لنا بحال هكا، يعني القب بشحال من خياط صراحه كيديرها صراحه. هنا غادي ندخل الخيط في الثوب، نجبد بعدا ندخل الكروشي في الثوب هكا بهذه الطريقه. نتوما ما تبداو صراحه تدخلوا هاد الخيوط كلهم تدفنهم، نحسن ندفنهم من بعد. من بعد ما دخلت الكروشي في الثوب هذه الطريقه، غادي نجبد هكا، نحاول نجبد عندي داك الخيط يخرج لعندي الوجه ديال يعني ديال القب. تكون عندي واحد غرزه حشو غير باش ندفن هاد الخيط هذا، نحس بيه باللي راه حبسته في الخدمه. غنزيد واحد السلسله هكا، وغنحسبوا ثلاثه السلاسل ياك. غنديروا واحد جوج ثلاثه بهذه الطريقه، وغنتكيو هكا على الخدمه، يعني ما خصش الخدمه تجينا هكا مقوسه، لا خصها تتكى هكا مزيان على الثوب. بلاصه فين وصلات غنديروا فيه واحد غرزه حشو بهذه الطريقه، غنديروا ثلاثه السلاسل عاوتاني، واحد جوج ثلاثه. غنجي عاوتاني ندير غرزه حشو. البنات اللي ما عارفينهاش يدخلوا للفيديوهات، يعني قلبوا على الفيديوهات اللي فيهم غرزه حشو، وراه فيها كاينين لحتهم، وغادي تلقاو طريقه غرزه حشو. غنديروا ثلاثه ديال السلاسل عاوتاني، واحد جوج ثلاثه بهذه الطريقه. غادي نتكي على الثوب ونديرو واحد غرزه حشو بهذه الطريقه. غندير عاوتاني واحد جوج ثلاثه، غنتكي عاوتاني على الثوب. كما قلت لكم ما خصوش يتقوس لينا، فين ما جا حد ديك يعني ديك السلسله الاخيره غنديرو فيها غرزه حشو بهذه الطريقه كما كتشوف. خدم معاكم واحدين اخرين، واحد جوج ثلاثه كما كتشوفوا، درت ثلاثه ديال السلاسل. غنتكي عاوتاني على الثوب بهذه الطريقه. صراحه الدري ساهل، واخا فيه يعني بزاف ديال الدورات، فيه 4 ديال الدورات، ولكن صراحه زوين كيجي هما وشان في جلالب اولا هكا في القفاطن. غنديروا عاوتاني ثلاثه ديال السلاسل،
بهذه الطريقه. غنتكي عاوتاني على التوب وندير غرزه حشو بهذه الطريقه. انا غادي نكمل معاكم، غنكمل الدوره صراحه نوصل هنا، يعني تنوصل القنت ديال القب هكا فين كاينه الخدمه، وغنرجع معكم ان شاء الله حيت ممكنش نخدم هادشي كله، غنطول عليكم على الفيديو. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الدوره كلها ديال القلب ديال القب عفوا، هنا ما غاديش ندير فيه بحال هاد الخدمه اللي وريتكم في الكمام، لا انا غندير غير نتكي يعني في هاد الحافه دي، يعني في ديال هكا ديال الفتحه ديال العنق، ندير لي غير بحال نتكي بحال هكا. غندير نطلع بواحد ثلاثه السلاسل هكا، كنعتذر على الصداع ديال وليداتي. هكا غندير درت ثلاثه السلاسل عفوا، ودرت درت كندير عمودي، يعني هاد فهاد الفراغ الاخراني ندير فيه عمود هكا. نلوي عاوتاني، انا سربيت لكم الصراحه بهاد الطريقه. غنجي لهاد الفراغ هاو هنا، غنعاود نعاود العمود الثالث ونعاود العمود الرابع. نتمنى يا ربي يكون الشرح ديالي واضح. هنا غنجي عاوتاني هكا لا بلاصه هادي، ندير فيه واحد غرزه حشو غير بشويه غنديرو ثلاثة السلاسل نطلعو بيهم هكا بهاد الطريقة، وكنلوي هكا بحال كنلوي الخيط على الكروشي، ونرجع تحت هاد هاد المتكية هادي هادي باش نخرج منها عمود. نتمنى يا ربي الفيديو يكون واضح. ونعاود عاوتاني ندير العمود الثاني بهاد الطريقة، وندير عاود العمود الثالث بهذه الطريقه. غنبقى ندير اربعه د الاعمده، ممكن نديرو خمسه ممكن نديرو غير ثلاثه، يعني كل الاختيار ديالو. غنجي عاوتاني هنا هكا، المهم بدا نحط هذه المتكيه دي فين وصلت ليا، وندير فيها غرزه حشو بهذه الطريقه. ندير عاوتاني ثلاثة ديال السلاسل بهذه الطريقة، وغنرجع عاوتاني يعني تحت هاد المتكية هادي، يعني في هاد الحفيرة هادي هكا. غندير عاوتاني ربعة ديال الأعمدة، ديما كندوز تحت هاد المتكية هادي باش نديرو عمود. العمود الثاني، العمود الثالث، نوريكم هاد الطريقة باش كنخدم انا القب ديالي. ولا كنتو بغيتو حتى الطريقة كيفاش كنقاد هكا في هاد يعني كيفاش كنمونطي هكا القب، نتمنى تصيفطوا لي ان شاء الله غير في التعليق، وانا غنحاول نقاد معاكم ان شاء الله. المهم انا غنكمل هاد المتكي كله يعني في هاد هكا هاد الحافه كلها ديال الجلابه حتى لهنا، وغنرجع معكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت الفتحه ديالي ديال العنق، كما كتشوفوا خدمتها غير بالمتكي هكا. غادي نجيو دابا السطر الثاني ديال يعني هكا بالخدمه مره، يعني السطر الثاني باش تكون داك التاج. هنا غادي نطلعوا بواحد ثلاثه السلاسل هكا، واحد جوج ثلاثة كيتعتبر لنا عمود. غادي نجيو لهاد الفراغ غنديرو فيه ثلاثة ديال الأعمدة، يعني في هاد الفراغ هذا نديرو ثلاثة ديال الأعمدة. ندير العمود الثالث بهاد الطريقة. هنا صراحة ما عرفت مالو تخبل لي هاد الخيط من هنا، ماشي مشكل تنعاود غادي نحرقهم هكا بالبريكة. وغادي نجي لهاد الغرزة، لهاد الغرزة الحشو اللي درنا هنا، غنديرو فيها واحد تا
هي فيها، يعني نديرو فيها عمود، يعني ماشي في الفراغ وانما في الغرزة بالضبط. حاولوا ما حتى ديروا في الغرزة، ماشي في، يعني ماشي في الفراغ. تعكسات شوية نسافر معها. هانتوما كما كتشوفوا طلعت بثلاثة السلاسل، درت ثلاثة، يعني ثلاثة الأعمدة في الفراغ وواحد العمود في غرزة حشو. دابا غنديرو ثلاثة ديال السلاسل عاوتاني، غادي نجيو عاوتاني لهاد يعني هاد الغرزة هادي، غادي نخليو هاد الفراغ هذا، غنجيو لهاد الغرزة هادي غنديرو فيها عمود سيرو الغرزة ماشي الفراغ ياك. وغنجي عاوتاني لهاد الفراغ نديرو فيه ثلاثة الأعمدة، نتمنى الفيديو يكون واضح والشرح حتى هو. هنا غادي نزيد العمود الثاني ونزيد العمود الثالث بهذه الطريقه، يعني كنتحصل دابا هنا على أربعة. وغادي نزيد العمود الخامس يعني في الغرزه، في غرزه حشو بهذه الطريقه، يعني بحال قلت لك واحد الفراغ كنخدم فيه خمسة الاعمده، كنخلي واحد الفراغ والفراغ الاخر كندير خمسة الاعمده، ويعني في هذا الفراغ في الوسط كندير فيه، يعني في الفراغ بالضبط كندير فيه ثلاثة الأعمدة، واني خصني نخدم يعني عمود في هذا الغرزة اللي قبل والعمود في الغرزة اللي من بعد. صافي ندير عاوتاني ثلاثة السلاسل بهذه الطريقة، واحد جوج ثلاثة. وغادي نجي لهاد الغرزة هادي، غادي نخلي هاد الفراغ وغادي نجي لهاد الغرزة هادي، ماشي في الفراغ، في الغرزة، يعني في غرزة حشو هكا باش عطينا عمود بهذه الطريقه. وغادي نجيو لهذا الفراغ نديرو فيه ثلاثه الاعمده، ها العمود الاولاني والثاني والعمود الثالث. صافي غنديرو عاوتاني العمود في هذه الغرزه، في هذه غرزه حشو نديرو فيها عمود بهذه الطريقه، نتحصلوا على خمسة ديال الأعمدة. غندير عاوتاني ثلاثة ديال السلاسل، غنخدم معاكم غير هادي صافي باش بلا ما نطول عليكم الفيديو. غنخلي عاوتاني هاد الفراغ، غادي نجي لهاد الغرزة هادي، يعني هاد غرزة حشو غندير فيها واحد عمود بهاد الطريقة. وغنجي لهاد الفراغ ندير فيه ثلاثة ديال الأعمدة بهاد الطريقة. غادي نجي تا عاوتاني لهاد الغرزة هي وندير فيها عمود باش كنتحصل على خمسة الأعمدة. هانتوما كما كتشوفوا، يعني كندير هنا طلعت بثلاثة السلاسل، درت ثلاثة الأعمدة في الفراغ وعمود الآخر يعني الخامس في غرزة حشو، وكندير ثلاثة السلاسل كنخلي واحد الفراغ، ونجي عاوتاني لهاد الغرزة ندير فيها عمود وثلاثة الأعمدة في الفراغ والعمود في يعني في الغرزه المواليه هكا حتى كتحصل ديما على خمسة ديال الاعمده. هنا غنكمل انا بهذه الطريقه حتى غنسالي القب ديالي حتى نوصل هنا ياك، باش غنعاود نبدا من هنا عاوتاني. ديك الساعه غادي ندوز معاكم ان شاء الله. هنا كما كتشوفون بعد ما ساليت الدوره الثانيه ديال القب هكا بهذه الطريقه، بالطريقه انا قطعت الخيط وغنرجع عاوتاني هنا باش نحزم الخيط. ها هو الخيط غنحزمو عاوتاني، غنجيو لهنا، يعني هاد العمود الاولاني هذا كنتمنى يبان لكم، غندير فيه يعني غادي نثبت فيه الخيط ياك، نتمنى يبان لكم غنثبت فيه الخيط بهذه الطريقه. وغنطلع بواحد جوج سلاسل، ها هما انا طلعت بجوج سلاسل ياك. غادي ندير دابا جوج لفات على يعني على الكروشيه، يعني عمود بلفتين ياك، ها وحده ها جوج. غادي نجي لهاد الفراغ غادي ندير فيه، يعني غادي نقاد فيه هاد الاعمده هادو بهاد الطريقه. هاد الخيط خلاص حتى ندخلو في يعني في الخدمه ونقطعو تندخلو بالبرا. غندير عاوتاني العمود بلفتين ياك، اللفه الاولى هاللفه الثانيه. غنجي عاوتاني هاد الفراغ
باش نقاد فيه الأعمدة ديالي. يعني كبدأ نجر يعني جوج خيوط جوج خيوط، ياك العمود عاوتاني بلفتين، غنجي لهاد الفراغ هكا غنجر جوج ونعاود نجر جوج، في الاخر كيبقاو ليا هاد جوج. نتمنى تكون فهمتو. غنعاود عاوتاني، انا بغيت نحصل على خمسة ديال الاعمده، ياك عندي العمود الاولاني الثاني الثالث، غنعاود ندير عاوتاني عمود بلفتين بهذه الطريقه، غنجي هاد الفراغ نبقى نجبد جوج ونعود هكا جوج ونعود هكا جوج، هذا هو العمود بلفتين، يعني هكا جوج لفات على الكروشي. نتمنى تكون الشرح ديالي واضح، حتى الفيديو يكون واضح بالنسبه لكم. دابا تحصلت على خمسة ديال الاعمده، ياك غنديروا ثلاثه ديال السلاسل، ها واحده ها جوج ها ثلاثه هكا. غادي نجي عاوتاني ندير عمود بلفتين، ياك هنعود لكم العمود بلفتين من بعد ما درت دوك ثلاثه السلاسل، وفي نفس الفراغ غندير فيه يعني داك العمود بلفتين، بقى نجبد عاوتاني جوج جوج باش يتكون لي عمود بلفتين بهذه الطريقه، ونعاود عاوتاني ندير عمود بلفتين في نفس الفراغ، تنتحصل عاوتاني على خمسة ديال الاعمده بلفتين. غندير عاوتاني هكا عمود بلفتين، نبدا نجبد جوج يعني جوج هكا جوج خيوط فوق الكروشي، عمود بلفتين جوج لفات فوق الكروشي باش كيعطينا عمود بلفتين، هانتوما بحال هكا دابا كيعطينا جوج. شحال عندنا العمود الرابع؟ بقى لنا واحد العمود، نزيدو داك الخمس عمود بلفتين بهاد الطريقة، غنتحصلوا على هاد الشكل هذا. غنجيو لهاد الفراغ غنديرو بعدا عفوا نديرو واحد السلسلة هكا، وغنجيو لهاد الفراغ غنديرو فيه ثلاثة غرز حشو، ها وحدة يعني في هاد الفراغ الموالي، ها جوج ها ثلاثة، صافي هاد جوج سيلات قبيله باش بدينا كنبداو فيهم غير في الاول، من بعد ما كنبقاوش نديروهم. دابا غادي ندوزو نديرو عمود بلفتين مباشره بهاد الطريقه هكا، ندير عاوتاني عمود بلفتين بهاد الطريقه، العمود بلفتين باش نقدر نبدا نقاد التاج ديالي، العمود بلفتين غنتحصلوا على خمسة ديال الأعمدة. هنا عاوتاني عمود بلفتين، صراحة كنسربي حيت قبيلة شرحت لكم. دابا غنديرو ثلاثة سلاسل، واحد جوج ثلاثة، ونعاود عاوتاني ندير عمود بلفتين، يعني في نفس الفراغ تكنتحصلوا على خمسة الأعمدة، ثلاثة سلاسل خمسة الأعمدة، عمود بلفتين بهالطريقة، نديرو عاوتاني عمود بلفتين هكا بهالطريقة، تحسنا دابا على خمسة ديال الأعمدة. غنديرو واحد سلسلة، يعني فاش كنساليو البداية ديال هاد التاج ديالي كنديرو واحد سلسلة، باش كنجيو لهاد الفراغ الموالي كنديرو فيه ثلاثة ديال غرز حشو، ها واحد الغرزة حشو الأولانية، ها التانية، ها التالتة، وهنا مباشرة غندير عمود بلفتين، ما كنديرش يعني ما كنديرش جوج سلسله، يعني دوك جوج سلسله كنديرهم غير في البديه صافي. انا غادي نكمل الدوره ديالي كل هاد القب، وغنرجع معكم ان شاء الله باش نشوفوا الكماله ديال التاج ديالنا ان شاء الله، يعني السطر الاخير. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ساليت السطر الثالث، ياك
ندوزو دابا سطر الربيع اللي بقى لنا نديرو غير هاد غرزة بيكو باش تكمل لينا التاج ديالنا بهاد الطريقه بهذا الشكل كما كتشوفوا. غادي نديرو دابا، انا جيت هنا يعني في هاد العمود الاولاني كما شفتوا ياك، فاش يعني فاش العمود الاولاني طلعت به ثلاثه السلاسل، هنا غندير غير واحد العقد يعني غير عقد الخيط ديالو صافي. غادي نجي مباشره لهنا يعني لهاد الفراغ هذا، ها هو الفراغ الاولاني ديال جوج سلاسل، ها هو كنتمنى يبان لكم. غندير فيه واحد غرزه حشو بهذه الطريقه وغنطلع بثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، وغنجي لهاد نفس الفراغ اللي درت فيه هاد غرزه حشو وغندير فيه يعني غنعاود ندير فيه غرزه حشو باش كيعطينا واحد البيكو بهذه الطريقه نتمنى يبان لكم. غادي نخلي يعني بقى نخدم انا ما بين الاعمده، هذوك الاعمده بلفاتي نبقى نخدم بيناتهم. غادي نجي لهاد العمود هذا دابا ما بين هاد العمود غرزه وجوج سلسله، ها هو غادي ندير فيه واحد غرزه حشو. هنا ما غنديرش غرزه بيكو، لا غنمشي عاوتاني ما بين هذا وهذا يعني ما بين الاعمده هكا يعني ما بين العمود الاخر والعمود الاخر، شفتوا؟ هنا غندير عاوتاني غرزه حشو وغنطلع بثلاثه السلاسل في نفس هذا الفراغ هذا، ها هو غنديروا فيه غرزه بيكو اللي هي كنعاودو نشدو بهذه الطريقه. يعني هنا خدمت هنا في جوج سلاسل اللي هي درت طلعت بثلاثه السلاسل وعاودت درت غرزه حشو في نفس الفراغ اللي عطاتنا غرزه بيكو. وغنجي ما بين جوج يعني ما في هذا العمود هذا، العمود ما بين العمود والعمود غادي ندير فيه واحد غرزه حشو صافي، وما بين العمود الاخر والعمود غندير فيه غرزه بيكو، وما بين هاد يعني ما بين العمود الاخر يعني هذا عاوتاني هذا الفراغ هذا هذا كنتمنى يبان لكم، غندير فيه عاوتاني غير غرزه حشو فقط بهذه الطريقه. وما بين يعني ما قبل العمود الاخير هذا يعني في هذا الفراغ هذا غادي ندير فيه عاوتاني غرزه بيكو اللي هي غادي ندير هي غادي ندير غرزة حشو وغنطلع بثلاثة السلاسل بهذه الطريقة، ونرجع يعني في نفس هذا الفراغ اللي درت فيه هاد غرزة حشو ياك، غنعاود ندير فيه غرزة حشو باش كتعطينا غرزة بيكو. كنتمنى تفهموا يا سيدي ربي يكون الشرح ديالي واضح. هنا لهاد الفراغ هذا ديال ثلاثة السلاسل غادي نجي ندير واحد غرزة حشو بهذه الطريقة، وغادي ندير جوج ثلاثه الاعمده، هالعمود الاولاني العمود الثاني والعمود الثالث. هذا العمود الثالث العمود الثالث غنطلع بثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، غنجي لواحد هاد جوج خيوطه هنا ها هما كتعطيني بحال واحد في مقلوبه، تما غنديرو غرزه حشو سيرو غاب شويه لا سير هانتوما كما كتشوفوا. دابا يعني كندير جوج اعمده وهذا العمود الثالث هو فاش كنخدم هاد غرزه بيكو. دابا غادي نزيد جوج اعمده اخرين بحال عندنا خمسه الاعمده وداك العمود الثالث الوسطاني هو فاش كندير غرزه بيكو، العمود الثاني الاخر بهذه الطريقه. وهنا غندير عاوتاني غرزه حشو في نص الفراغ اللي خدمت فيه الاعمده بهذه الطريقه. غادي نجي لهاد الفراغ الموالي يعني ما بين عمود وعمود غنديرو فيه غرزة بيكو، واحد جوج ثلاثة، ندير غرزة بيكو يعني طلعنا بثلاثة السلاسل وكنرجعو كنديرو غرزة حشو هي غرزة بيكو. غنخلي عاوتاني نمشي ما بين فراغ وفراغ هذا، يعني ماشي هذا فاش خدمت غرزة بيكو يعني ما بين عمود لاخر وهذا، وهذا اللي خدمت فيه غرزة بيكو ندير فيه غير غرزة حشو. غادي نجي عاتاني لهاد ما بين عمود وعمود غير بشوية صراحة مع الصبرة
هاد الخيوط ديالها صراحه دغيا كيتشدوا بهاد الطريقه. غنديروا دابا غرزه بيكو عاوتاني اللي هي درت فيها غرزه حشو، غنطلع بثلاثه السلاسل، واحد جوج ثلاثه، وغنعاود في نفس الفراغ باش عطينا غرزه بيكو. وهنا ما بين العمود الاخير يعني قبل العمود الاخير غنديروا فيه غرزه حشو فقط. وفي هذا الفراغ هذا اللي هو هذا ديال واحد السلسله غنديروا فيه غرزه بيكو، واحد جوج ثلاثه، نديرو في نص الفراغ غنديروا يعني نعود غرزه حشو باش تعطينا غرزه بيكو. ها هي بهذه الطريقه مباشره غادي نمشي عاوتاني لهاد الفراغ هذا، غادي ندير فيه غرزه بيكو حتى هي. ما كنديرش واحد يعني ما كنديرش غرزه حشو فقط، كندير غرزه بيكو يعني كننتهي بغرزه بيكو وكنبدا بغرزه بيكو بهذه الطريقه. غادي نجي عاوتاني هنا نديرو فيه واحد غرزه حشو ما بين العمود الاولاني والثاني، ونجي ما بين العمود الثاني والثالث غنديرو فيه واحد غرزه بيكو، ياك نديرو واحد جوج ثلاثه، طلعنا بثلاثه السلاسل، وغنعاودو فاش كنطلعو في ثلاثه السلاسل في نفس الفراغ اللي طلعنا به كنديرو فيه غرزه بيكو. غادي نجي عاوتاني ما بين العمود يعني الثالث والرابع غنديرو فيه غرزة حشو، وما بين العمود الرابع والخامس غنديرو غرزة بيكو. نديرو واحد جوج ثلاثة يعني في نفس هاد الفراغ بهاد الطريقة. وهنا عاوتاني في هاد الفراغ ديال ثلاثة السلاسل غنديرو فيه واحد غرزة حشو، وغنديرو فيه ثلاثة ديال الأعمدة باش نخدمو في العمود الثالث نخدمو فيه غرزة بيكو، ياك ها العمود الأولاني ها العمود الثاني وها العمود الثالث. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. هنا فاش درنا العمود الثالث غنطلعو بثلاثة السلاسل وغنجيو لهاد جوج خيوطة، هادو اللي حطيت عليهم ضفري، ردوا الباك يعطيني بحال واحد في مقلوبه لتحت. غنديروا فيها يعني غنديروا فيها غرزه حشو، وانا عاوتاني غنزيدوا جوج اعمده باش تعطينا ديك التقويسه ديال التاج. هي هذيك هنا جوج اعمده، هنا غندير يعني واحد غرزه حشو، داكشي باش كنسالي وباش كنبدا بهذه الطريقه، ياك. نتمنى الشرح ديالي يكون واضح. المهم انا غادي نكمل التتمه ديال القبه ديالي كلها بهذه الطريقه، تبعوا غير كما درت لكم في هذه البدايه ديال هذا التاج الاولاني، وصافي غادي نمشي تنكمل بهذه الطريقه باش نتحصلوا على هذا الشكل هذا بهذه الطريقه. وان شاء الله فاش غادي نسالي وغادي نصلحها وغنبتها حتى بالعقيق ان شاء الله غادي تشوفوا النتيجه النهائيه ديالها. المهم هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، خليتكم على خير الى الفيديو المقبل ان شاء الله.